موضوع اليوم عذر أسمع شبه يومي بالعيادة. شنو هذا العذر؟ ظروفي ما تسمح لي. أنا ودي أسوي رجيم بس ظروفي ما تسمح لي. يعني أنا أحب الأكل وايد، ودي أسوي رجيم، والله أمنية حياتي أسوي رجيم، بس أحب الأكل وايد بصورة كبيرة فظيعة، مو قادر أسوي رجيم أو مو قادر ألتزم بنادي مع أني أحب الرياضة، بس ظروفي ما تسمح لي، ظروفي العامة ما تسمح لي. ودي ألتزم بنمط صحي بس ظروفي ما تسمح لي. موضوع اليوم ظروفي ما تسمح لي. أول شيء خلنا نفهم شنو يعني ظروفي ما تسمح لي. يعني أنا فاهم الكلام اللي قاعد تقوله بإنستغرام وسناب وتويتر ومقتنع فيه، عارف إن الكلام اللي قاعد تقوله صح، بس ظروفي ما تسمح لي أطبق الكلام اللي قاعد تقوله. ظروفي ما تسمح لي أمشي على نمط غذائي صحي. ظروفي ما تسمح لي أمشي على نمط رياضي سليم. ظروفي تمنعني من الالتزام بنمط غذائي ورياضي صحيح. لا أكمل بالموضوع، خلنا أعطي مقدمة بسيطة عن الظروف بعدين نكمل في صلب الموضوع. ظروف بصورة عامة كل ظروف الحياة تمشي على اتجاهين، يا إما تمشي بنفس الاتجاه اللي أنت تبي أو تمشي عكس الاتجاه اللي أنت تبي. يعني بالكويتي يا تشيقويهك يا أنت تشيقويها، ماكو بالنص. الظروف بالذات، الظروف بين كل أمور الحياة، ما في حلول وسط، يا تشيقويهك يا أنت تشيقويها، يا تمشي معاك وأنت تطوعها على رغبتك، يا هي تطوعك على رغبتها، يا هي تمشيك على مزاجها. والاختيار لك، ولحسن الحظ أن الاختيار لك. غالبا الإنسان اللي مستسلم للظروف حتى شكله يبين أنه مستسلم للظروف، كرش 6 متر قدام، أفخاذ، أرداف، لغلوق، خدود، كل شيء بحياته مستسلم للظروف. ويها مستسلم للظروف، كرشة مستسلم للظروف، بطنه مستسلم للظروف، شكل جسمه مستسلم للظروف. شكلك صار فيلم بسبب استسلامك للظروف. لين متى؟ لين متى بتستسلم للظروف؟ لين تموت؟ حتى الطحالب اللي موجودة بين طبقات كرش الإنسان اللي مستسلم للظروف مو مستسلمة للظروف، مع أن الظروف وايد سيئة هناك بس ما استسلمت، أطلعت بين طبقات الكرش رغم سوء الأحوال الجوية. يعني الطحالب اللي طالعة بين طبقات كرشك مو مستسلمة للظروف، وانت مستسلم للظروف. روح استسلم، روح 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 يمين، صف استسلم هناك، خليك على اليمين، اصفط واستسلم، خليك مستسلم بروحك. يصير تبدأ حياتك تعيش تاكل 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 تاكل، تمتن، تكرش، تطلع لك خدود، يطلع لك لقلوق، وتموت وانت مستسلم للظروف. سو شيء بحياتك، طوع الظروف لمصلحتك، انت اللي عندك الرموت. يصير تعيش حياتك تنولد يطلع لك كرش، بعدين تطلع لك طحالب بين طبقات كرشك، وبعدين تموت، وبعدين تقول أنا بس بستسلم للظروف والظروف ما تسمح لي. أنت تنولد لين تموت، ومع تكون الطحالب ما تقدر تسوي شيء لأن الظروف ضدك، الظروف ما تسمح لك. أنت مقتنع باللي قاعد يصير؟ لازم أفهمكم عقلية الإنسان اللي مستسلم للظروف، اللي الظروف ما تسمح له بكل شيء، بكل حياته الظروف، يعني ما تسمح للظروف، الظروف الظروف. هذا الإنسان انتهى، يعني انولد ومستسلم للظروف وداش بالطوفة، بس يعني بس قاعد يمشي بالاتجاه للطوفة تحت عنوان مستسلم للظروف. وظرف يودي يمين، وظرف يودي يسار، وظرف على راسه، وظرف يقومه، وظرف يطيحه، وظرف. عقلية هذا النوع من الأشخاص لو يصير أي غلط بحياته، أي مشكلة بحياته، أي مشكلة تصير بحياته، أي مشكلة سواء صغيرة أو كبيرة، على طول يقول هذه خيرة 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 خيرة، الله كاتب لي كذي، خلاص لازم أستحمل المشكلة وتوابع المشكلة والأمور طيبة، والله كاتب لي كذي وخيرة، وبس أقعد بالبيت وأنطر خيرة، والله كاتب لي كذي. عزيزي اللي تستسلم بسرعة للظروف، عزيزي اللي قاط كل شيء براس الظروف، ليش ما تفكر بطريقة إن هذا ابتلاء من رب العالمين والله قاعد يختبرك، الله قاعد يختبر صبرك، الله قاعد يختبرك بطريقة يبيك تغير فيها سلوكك، يبيك تصير أصعب على الظروف، يبيك تصير أقوى من الظروف، مو يبيك تستسلم للظروف. ليش ما فكرت كذي؟ ما فكرت إن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بشيء أيا ما كان، أو ابتلاك بمشكلة أيا ما كانت علشان تصير أقوى من المشكلة،
لأن فيك ضعف الله يبي يشوفك قوي بهالضعف، ما يبي يشوفك ضعيف. وما راح تصير قوي إذا الدنيا ماشية، تصير قوي إذا الدنيا لتتك كف. أنا آسف بس ما تنقال له كذي، ما تطلع له كذي. الدنيا لتتك كف راح تصير أقوى، بس إذا عرفت شلون تستجيب، مو إذا قلت آخ والله حرام، ليش صار فيني كذي، أنا ما أستاهل. لا، المفروض تروح حق الدنيا وتقص صبعك بعينها وتقول آه يا أنا يا أنت، ونشوف منو اللي شوف منو اللي فوز، نشوف منو اللي ينتصر، نشوف منو اللي يعفس الثاني، نشوف منو اللي يشق وجه الثاني. هي كذي قوة، إصرار، إرادة، وراح يشق وجهك الدنيا، مو العكس. طبعا قد يكون يصير العكس إذا استسلمت، إذا خفت، إذا ما كان عندك الشجاعة للمواجهة، إذا ما كان عندك الشجاعة للتغيير، إذا ما كان عندك الشجاعة إنك تقول الصح وتقول وتكون بينك وبين نفسك صريح، هذا الصح وهذا الغلط، وأنا اختار أسوي الصح. هني الدنيا راح تشق وجهك إذا اخترت الطريق الغلط، إذا اخترت الطريق اللي تدري إن هني الصح واخترت تسوي الغلط. قايل من قبل ومتكلم بسناب وإنستغرام من قبل إنه علشان ينجح رجيمك وعشان تنزل بالوزن لازم تكون شخصيتك قوية. أنا آسف بس هذا الواقع، إذا شخصيتك ضعيفة وما تقدر تواجه مشاكل الحياة، شلون بتواجه مشاكل وزنك؟ شلون بتواجه مشاكل جسمك؟ ترى مشكلة الوزن مو شوية، ومشكلة الوزن ومشكلة الجسم والوزن مو حلها بيوم وليلة، يبيلها صبر، يبيلها إرادة، يبيلها قوة، يبيلها مكافحة، يبيلها أنك مقتنع أنك أقوى من ظروفك، مقتنع أنك أنت قوي، مقتنع أنك أنت تقدر. وهالشيء ما يصير إذا عززت ثقتك بنفسك أنك تقدر. شلون تعزز ثقتك بنفسك وانت بأول مشكلة بحياتك؟ أنا ما أقدر، وشلون يعني كذي، ومشكلتي قلبي الطيب، وما أقدر أواجه، وما أقدر على الظروف، وما فيني الشجاعة، ويمكن يظلموني. لا 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 لا، ما تخلي الظروف تدعسك، أنت تدعسها وتحط صبعك بعينها وتغلبها، تغلبها، وماكو نهاية اللي تبي أنت واللي حاطه براسك راح يصير، بشرط إنه يرضي الله سبحانه وتعالى، علشان الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الظروف. بس يبي منك الإشارة إنك يلا بلش، تغيرت، يبا أنت لازم تعطي الإشارة حق ربك إن أنا تغيرت، أنا الحين أقدر أواجه الظروف، كنت ضعيف صرت قوي، كنت أسكت الحين ما أسكت. هني هني الله يهيئ لك الظروف، بس مو أنا طيب وما أقدر وبس هذا والخيرة والأمور طيبة وش نسوي بعد، شو نسوي بعد، الظروف ما تسمح لي. ما شلون تبي الله يوفقك كذا؟ تغير، تغير، نبيك تتغير، يرحم والديك، تغير، تغير للأفضل، خليك أقوى، خليك أقوى من الظروف. أنزل وزني، أنزله، أروح النادي، أكسر الدنيا، بس في شخص ظلمني، أظلمك؟ روح اعفس دنيته، لا تصير طيب على ظلمك، اعفس دنيته، حط صبعك بعين اللي ظلمك، لا تسكت. إذا سكت على ظلم شخص لك، هذا السكوت راح يسبب لك هزيمة داخلية، هزيمة داخلية هذه راح تترجم بهزيمة ورا هزيمة لين حياتك كلها هزايم متتالية. يا والله غلبني خلاص، ما لازم اسكت، شو نسوي، خيرة. إذا بتستمر على هذا الفكر، من هزيمة لهزيمة، من هزيمة لهزيمة، والكرش يكبر والعقل يصغر بعد. واجه، لا تسكت، حتى اللي ظلموك بأي مكان بالدنيا واجههم، لا تخاف، خليك شجاع. هذا الشيء صدق أو لا تصدق راح يأثر على وزنك، راح يأثر على صحتك، راح يأثر على نفسيتك. هذا الشيء اللي انت مو حاسب الحساب، هذا الشيء اللي تقول ما له شغل. هني نقول الظروف النفسية تزيد وزنك لأنك ما واجهت، لأنك ما تحليت بالشجاعة، لأنك ما قلت على الغلط غلط ولا قلت على الصح صح. قول على الغلط غلط لو على قصر قبتك، قول غلط، وقول على الصح صح أيضا لو على قصر قبتك، لا تخاف. الشجاعة ما تضمن لك انك تعيش، ترى ما تضمن لك انك تعيش، بس تضمن لك كرامتك، تضمن لك انك تعيش بكرامة، تضمن لك طول ما انت عايش، عايش بكرامة. اذا كنت على صح، واذا كنت راضي الله سبحانه وتعالى، واذا كنت تقول الكلام الصح وبشجاعة ومو خايف، مو مضمون انك تعيش، بس مضمون انك عايش بكرامة طول ما انك عايش. الله اعطاك جسمك عشان تحافظ عليه، حافظ عليه بكثر ما تقدر، بكل الظروف اللي تقدر عليها، والظروف اللي ما تقدر عليها شقويها واقدر عليها. روح كمل حياتك مع ظروف انت تبيها، انت اللي تخلق الظروف اللي تبيها، مو الظروف اللي تخلقك. الظروف تخلقك انسان مهزوم، اذا كل ظرف يواجهك تستسلم، بتخاف، ما راح تواجه، سواء كان بالحياة، بالرجيم، بالنادي،
هذه الأمور كلها مرتبطة ببعض، ماكو شيء مفصول عن الثاني. قوة شخصيتك يخلي قوة فيك داخلية لمواجهة الحياة ولمواجهة وزنك ولمواجهة المشاكل الصحية اللي تيك بالمستقبل. نفسيتك تساعدك في نزول وزنك، نفسيتك تساعدك في مشوارك للصحة العامة، نفسيتك تساعدك انك تروح نادي، والعكس بالعكس. كلنا بلا استثناء، وانا اولكم، نمر باوضاع ونمر بمشاكل ونمر، ترى لا تشوفون احنا مشهور بالسوشيال ميديا وما شاء الله ومو ناقصه شيء، لا 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 لا، كلنا نمر بمشاكل، لهني 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 مشاكل كلنا، بس بالنتيجه ما امر بمشكله واستسلم لها، ما استسلم المشكله، اشق وجه المشكله، اشق تندم المشكله ان قربت صوبي، هي المشكله بكبرها تندم النيات صوبي، أدعسها وأدعس الأشخاص اللي سببوا المشكلة فوقها وأمشي وأكمل طريقي. هل أنا غلط؟ ما أظلم شخص قدامي، ولكن بتي تظلمني حياك الله، تعال تعال قرب وشوف شنو بيلك. ما أستسلم للمشكلة ولكني أواجه المشكلة، ما أستسلم لشخص يظلمني أو يحاول يظلمني ولكن بتي بتظلمني أنا أو تبي تاكل حقي وأسكت أغسل شراعك. كذي أنت من داخلك قوي، أنت من داخلك قوي، مو معناته أنت إنسان مو طيب، أي واحد يدوس لك على طرف ما تسكت عنه، لا 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 لا، أنت طيب مع الطيب، ولكن إذا شخص يبي يستغل طيبتك تغسل شراعه، رايح رد. قوة الشخصية ما تعني الوقاحة، إن أنا متكبر ووقح وامشي وسب العالم وأي واحد، لا 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 لا، قوة الشخصية ما تعني هذا الكلام، ولكن قوة الشخصية إنك ما تسمح لشخص ياكل حقك ويمشي وانت تسكت، بس بكل بساطة. شنو علاقة هذا بالرجيم والتغذية؟ هذا أساس الرجيم والتغذية. إذا ما تدري، إذا كنت ضعيف في هذه النقطة تسكت عن حقك، واحد يقط عليك كلمة تسكت، واحد تحط بتخش تخش تخزن، مو انت تخزن هني، كرشك يخزن هني بعد، هذه اللي نسميها ضغوط نفسية. تسكت عن حقك، تسكت على كلام أذاك، تسكت على مشاكل اجرحتك، تسكت على ناس اجرحوك، تسكت على ناس اذوك، هذه تسبب لك مشاكل نفسية. من الاساس لازم تتعلم تتعامل معها. وما بيطول اكثر من كذي، قوة شخصيتك هي اساس نزول وزنك، بدون قوة شخصية ماكو نزول وزن. لا تسمح للظروف انها توقف بينك وبين نزول وزنك، شق ويه الظروف، لا تخلي الظروف تشق ويهك. تصبحون على خير.